السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة تانية إنتاج وقسم الطاقة الجديدة والمتجددة في مادة Metallurgy and Engineering Materials. محاضرة النهاردة تكملة للمحاضرات اللي فاتت. النهاردة عن Heat Treatment of Steel. هنقسمها على جزئين، هاخد منهم الجزء الأولاني النهاردة. الهيت تريتمنت اوف ستيل عندنا قسمين اتنين اساسيين، يا اما بارك او سيرفس على الجسم نفسه او على السطح. البارك الانيلينج نورماليزنج الهاردنينج ثم التمبرينج. الانيلينج فيها فول انيلينج الكريستاليزيشن اند انيلينج الستريس ريليفينج اسفرودايزنج انيلينج. الانيلينج اللي هي عملية التخمير للصلب. العملية الثانية نورماليزنج المعادلة، ثم الهاردنينج اللي هو التصليب او التقصية، يتبعه عملية التمبرينج اللي هي عملية التطبيق. ده بالنسبة للجزء الاولاني اللي هو البالك اللي بتجرى على الماتيريال نفسها كل الماتيريال. الهيت تريتمنت المعالجة الحرارية للسطح يا اما تكون ثيرمال او ثيرموكيميكال. الثيرمال الفلام الدكشن الليزر او الثيرموكيميكال كاربورايزنج كربونا نتريدك المخرجه الكربو نتريدك. عوده تاني لمنحنى الحديد والكربون عشان هنشوف المنطقه اللي احنا هنشتغل عليها ما بين الحديد والسمنتايت. المنطقة الأساسية اللي عندي أول حاجة موجودة اللي هو منطقة الأوستومايت، حديد الأوستومايت أو جاما، حديد جاما أو حديد الأوستومايت اللي من اللي هيبدأ الكونس عن 727 ل 1400، ده منطقة الأوستومايت، وممكن نقول 1500 بس هتبقى داخلة فيها منطقة دي. تبقى المنطقة البيور أهي عندي من منطقة دي ومنطقة دي. طيب دي منطقة الأوستومايت. في بقى المنطقة الثانية منطقة الفرايت حديد ألفا أو فرايت ألفا، وزي ما احنا عارفين المنطقة ديت اللي هي منطقة اليوتكتويد اللي هو ناتج منه البرلايت التفاعل اليوتكتويدي. يبقى المنطقة دي هنبقى اللي هي هنهتم بيها اللي هي ما قبل اليوتكتويد واليوتكتويد وما بعد اليوتكتويد. زي ما احنا عارفين ادي الفرات السمنتايت، منطقة الستيل ومنطقة الكاست ايرون. خلاص نرجع بقى أهمية المعالجات الحرارية. المعالجات الحرارية عموما الغرض منها هي عبارة عن تسخين المعدن لدرجة حرارة معينة، ثم تثبيت عند هذه الدرجة أو الاحتفاظ به عند تلك الدرجة لفترة زمنية لمدة زمنية، ثم التبريد بمعدل معدل. معدل التبريد ده هيختلف من كل عملية لعملية. الغرض منها لزياده الصلاده، زياده المطوليه والمتانه، زياده قابليه المعدن لعمليه التشكيل والتشغيل، ازاله الاجهادات الداخليه، ازاله تاثير عمليات التشكيل على البارد. وهنشوف اهمهم هنقولها تاني. البروبس اوف هيت تريتمنت امبروفز اندكتيفيتي ريليفينج انترنال ستريس ترينس فاينمنت انكريز ترينس امبروف المشابهه improvement in machinability and toughness. يبقى ده لو قال لي اهميتهم او الغرض منها بنقول خمس حاجات. احنا قلنا بالعربي علشان نركز اهميتها من كل ناحيه. الاهميه العوامل المؤثره فيها التمبريتشر اللي احنا هنرفع نسخنها عليها قد ايه، هنسخن لدرجه كام، المده الزمنيه اللي هنسخن فيها او هن هولد هيلد الاليفيتد تمبرشر اللي هنثبتها عندها، الريت اوف كول معدل التبريد. يبقى تسخين ثلاث حاجات ورا بعضها، التمبرشر تسخين ثم تثبيت التايم ثم التبريد معدل الكول الكولينج ريت.
التايب التايبس اوف هيت تريتمنت قلنا خدنا هناخد بقى تاني الانيلينج اللي هي عمليه التخمير، نورماليز المعادله، الهاردنينج التقسيه او التسليط، التمبرنج التطبيع يلي دايما التسليط، السيرفس هاردنينج المعالجه الحراريه للسطح. باختصار بسيط يا شباب، لو احنا قلنا احنا بنسخن الستيل لازم نوصله للاسطوانات ثم بالتبريد. التبريد بطيء، هيحصل ايه؟ تبريد في الهواء هيحصل ايه؟ تبريد سريع هيحصل ايه؟ يبقى احنا سخنا، هنوصل الحديد الى منطقه الاوستنايت، عشان كده جبنا معاهد الكربون، يبقى عشان هنوصله لمنطقه الاوستنايت. ثم لو حصل تبريد في الفرن، تبريد بطيء جدا في الفرن اللي هيدي التخمير، تبريد في الفرن اللي هيدي ايه؟ العمليه اسمها عمليه التخمير. لو التبريد تم في الهواء، طلعناها من الفرن تم في الهواء، بقت دي المعادله اللي هي النورماليزيشن او النورماليزنج. لو تسليط مفاجئ او تبريد مفاجئ، يعني طشناها في الزيت طشناها في ميه، ده عمليه اسمها عمليه تسليط مفاجئ او تقسيه، الهاردنج او كونشنج. زي ما احنا عرفنا ان دي بتطلع لي ايه؟ ها؟ تبريد في البطيء اللي كانت بتطلع لي، تبريد بطيء اللي كانت بتطلع لي فين؟ كانت بتطلع منها البرلايت. التسليط دي بنطلع منها يطلع منها المارتنسايت، ثم يلي عمليه التسليط عمليه اللي هي التمبريج، عمليه التطبيع. المنطقه دي في المنحنى الهيدرو كربون اللي احنا هنشتغل عليها، اللي هي موجوده اللي هي منطقه اللوتكتويد، منطقه ما قبل الهايبو، ومنطقه الهايبر لوتكتويد. ده الشكل ده يا شباب هنكون حافظينه بالشكل ده، حافظينه. هنسمي مسميات نخلي بالنا منها. اول حاجه الخط اللي هو بتاع 727 ده، اللي هو عن 727 بنسميه اي سي 1. الخط اللي جاي من الفا لغايه نقطه اللوتكتويد اي سي 3. الخط اللي طالع الى 2.1 اللي هو اي سي ام. ده منطقه فوق، دي منطقه الجمع، منطقه الجمع هنا. المنطقه دي اللي هي تحت دي اللي هي منطقه تكون اللوتكتويد. يبقى الاي سي 1، اي سي 3، اي سي ام، دول اهمهم. اي سي 2 هنا في المنطقه ان بتوين اي 1 واي 3. العمليات الحراريه دايما هنرفع الستيل ليه؟ ندخله جوه منطقه الاوستنايت، هندخله جوه منطقه الاوستنايت. يبقى تبع السبيكه نفسها، تبع السبيكه نفسها عند 727، عند 76% و77% في المية كربون اللي هي منطقه اللوتكتويد، بنرفع درجه الحراره 50. يبقى دم العمليات هنا دايما في الغالب بنرفع فوق درجه التحول الطوري من طور لطور، من وجه لوجه، ب 50 درجه مئويه. يبقى هنقول ها نرفع 50 درجه مئويه ندخلها في منطقه الاسطوانات. يعني لو جت لي في المنطقه دي يبقى عند درجه التحول دي وفوقها 50، عشان نضمن هي كلها بقت في منطقه الايه؟ الاسطوانات. يبقى اي سي 3، اي سي ام، اي سي 1. الاشكال اللي هي موجوده دي كلها، الانيلنج والهاردنينج، هنلاقي ان المنطقه دي تسخين ليه؟ لو انيلنج تسخين في المنطقه دي، لو كان الصلب قبل اليوتكتويت، بعد اليوتكتويت يدخل هنا اللي هي انيل. تاني حاجه لو هي الهاردنينج اللي هي برضه تسخين فوق درجه التحول، ثم برضو قبل الكويت في المنطقة دي. النورماليزنج في منطقة الجامعة كلها بتتم في منطقة الجامعة ما بين اي سي 1، اي سي 3، ما بين اي سي 3 واي سي ام. يبقى هنشرحها كلها بالتفصيل. في المنطقة دي اللي هي منطقة بروسيس انيلينج، المنطقة دي اللي اسمها عملية من العمليات اللي هي الاسفروجايز، اللي هي ما قبل اللي هي اللو كربون ستيل، الهاي كربون ستيل بندخلها في منطقة
تبقى في تجرى عليها عملية السوبرفايز. أول عملية اللي هي العملية عملية الأنيلينج. إيه عملية الأنيلينج؟ ميكس الميتال أز سوفت أز بوسيبل. بنشتغلها على هايبو يوتوكتويد ستيل للزان 76%. طيب بنشغلها ايه؟ ابر ايه؟ كريتيكال تمبريتشر. يبقى قبلها اللي هي اب اللي هي المنطقه دي اللي هي قبل يوتوكتويد بنرفعها لكام؟ تبع نسبه الكربون اللي موجود هنا الهايبو يوتوكتويد. يعني يبقى نطلعها لغايه نسبه كام؟ فوقها ب 50 درجة مئوية فوق درجة التحول الطوري. سوك اند كولد سلولي. يبقى بنثبتها فترة من الزمن، بنقول ساعات بنقول ساعة لكل بوصة، بنثبتها فترة من الزمن داخل الفرن. كولد سلولي. ده بالنسبة للهايبوتكتور اللي هي المنطقة دي الهايبوتكتور. يبقى تسخين لما قبل الـ AC 3 ب 50 درجة مئوية، تثبيت في الفرن تبع تخانة المعدن، نثبتها بنقفل الفرن والتبريد في الفرن، ثم كولد سلود اللي هي داخل الفرن. الهايبوتكتويد أباف اللي هي أباف 76%. اللي هي الهايبوتكتويد يبقى الانيلينج از هيتد اباف لوور كريتيكال تمبريتش. يبقى قبلها الهايبو بنسخنها فوق اي سي 3، الهايبر بنسخنها فوق اي سي 1 اللي هي في المنطقه دي. يبقى الانيلينج جاي من هنا، الخط ده جاي من هنا لهنا. سوكت اند اللو تو كول سلول برضه بنسخنها ونثبتها في نسخنها وبعدين نبردها داخل، بنقفل الفرن ونبردها. يبقى التبريد سلولي داخل الفرن. 3 ستيجز اوف النيل. هندخلها زي ماتيريال استرايزد باي هيتنج من 15 ل احنا بنقول 50، خدها 50 ابف اي 3 واي 1. ما بين اي 3 اللي هي للهايبو والهايبر فوق اي 1 لايت. يعني كل المنطقه بتكون في منطقه الايه؟ منطقه الاوستنايز. هولدنج او سوكنج بنثبتها فور 1 اور لكل ساعه. بتثبت ساعة لكل بوصة. One hour for every inch of thickness. متخانة بتاعتي. دقائق. Cooling بعدها cooling. بنثبتها فين؟ بنثبتها داخل الفرن. يبقى الانيلينج هنا نخلي بالنا التثبيت بطيء داخل الفرن. Cooling بعد كده ده معدل التبريد اللي داخل اللي هي تورون تمبريتشر 100 درجة مئوية لكل اور بتتم داخل الفرن. معدل التبريد انا بقول ساعة لكل ايه؟ بوصة من تخانة المعدن، ومعدله 100 درجة فهرنهايت لكل ساعة. دن بتتم فين؟ بتتم في الفرن نفسه. يبقى عملية الانيلينج بتتم داخل الفرن. الغرض من الانيلينج زي ما قلنا ريليف انترنال ستريسز. بتنتج بدين من عمليات اللحام او الكولد ووركينج او من عمليه الكاستنج او الفورمينج او الماشينج. اي عمليه تشغيليه ممكن ينتج عنها انترنال ستريسز، بتنشئ عنها انترنال ستريسز زي الكولد ووركينج او الويلدنج او الكاستنج او الفرش او الهدف. لان الانترنال سيريسس ممكن تسبب مشاكل في البنيه بتاعه المعدن،
تشوهات او كريك او كراكس. النيلينج بتساعد، عملية التخمير بتساعد للتخلص من الإجهادات الداخلية. reduce the chances for distortion and cracking، بتقلل من فرص حدوث تشوهات وتشققات. الغرض منها، يبقى اهميتها ان احنا بنشيل من الاجهادات الداخليه، الغرض منها زي ما قلنا قبل كده increasing softness machinability and formability refinement of grain structure. بنقول ان احنا بنسخن في الانيلنج، نسخن اللي فيه التمبريتشر، وبعدين سلولي كولد، بنبرد بتبريد بطيء داخل الفرن، ثم تسخين، ثم تثبيت درجة معينة داخل الفرن، ثم تبريد بطيء داخل الفرن. صالحة لإيه؟ للو اند ميديوم كربون ستيل. عملياتها يبقى الانيلينج بروسيس للو اند ميديوم كربون ستيل صالحة. منها يا اما بعمل لها تخمير تام، او بعمل ستريس ريليف انيلينج، او بعمل سفرودايزنج. يبقى منها يا اما التخمير التام، او تخمير لازالة الاجهادات الداخلية، او التخمير عشان التكوين سفرودايزنج. الانيلينج اباف كريتيكال اللي احنا قلنا عليها تاني، هو بكررها تاني. البروسيس انيلينج بتتم على اللو كربون ستيل. يبقى نخلي البروسيس انيلينج اللي هي في المنطقه دي عند اللو كربون ستيل، بت ايه اراوند 100 درجه مئويه عن اللور كريتيكال تمبريتشر. يبقى لو كان 727 هتبقى من 700، من اقل 100 درجه، من 625 تقريبا الى 550. المنطقه دي منطقه اللي هي البروسيس انيلينج فور ستيل، اللي هي بنشتغلها ايه؟ للو كربون ستيل. يبقى اللي هنا للو كربون، البروسيس انيلينج للو كربون ستيل، ما ننساش الحته دي، للفور لو كربون ستيل. اللي بيحصل له كولد وركينج، اللي بيحصل له كولد وركينج، عمليات تشغيل زي عمليات ضفله وخلافه. لو كان في اللي هو اللو كربون ستيل، يبقى العمليه ديت بتتم من 550 ل 625 تقريبا في اللو كربون ستيل. نفس العمليات، عمليات التسخين، تسخين بس لدرجه حراره كام؟ ها، تسخين لدرجه حراره ها ما قبلها، ما قبل التحول، مش هنيجي يمه الخط ده، لمن اول 550 ل 625 للو كربون ستيل. الغرض منها لو انا بتتعرض العينه ديت للهارد للكولد وعمليات التشغيل على البن. السولوزايزنج بتشتغل ليه؟ للهاي كربون ستيل. يبقى شغاله للهاي كربون ستيل اللي هي من بعدها، من بعد اللو كربون هيدخل على الهاي كربون او الميديوم كربون ستيل، هنشتغلها على هاي كربون انيل جاست بلو لور كريتيكال تمبريتشر اللي هي تحت الخط ده مباشرة. يبقى الخط البروسيس انيلينج، يبقى هي كلها عمليات تخمير، تسميها اللي هنختلف. لو الفول انيلينج اللي هتتم فوق خالص، اللي هتتم في المنطقة التانية، البروسيس انيلينج اللي بتتم لللو كربون ستيل، السفرودايزنج بتتم على الهاي كربون ستيل، الهاي كربون ستيل او اللو والهاي كربون ستيل تحت فين بقى؟ تحت الخط اللي هي اللي تحت السم 727، لحسن لتحسين الميشنابيلتي بتاع الماتيريال. باختصار تاني اللي هي بروسيس انيلينج اللي بنعملها للتخلص، اللي بننجى من عمليه الكولد وركينج عشان بيحصل لا تصليد سطح الاسترين هاردنينج،
بتعمل بتتم على مرحلتين الريكفري اند ريكريستاليزيشن اوكير ديورينج ذيس بروسيس. يبقى بتتم مرحله الريكفري وثم مرحله الريكريستاليزيشن اوكير ديورينج ذا بروسيس. الغرض منها الستريس ريليف اميز. هيت بلو تاني هو هيت بلو احنا بنركز على هيت بلو ابر كريتيكال ب 100 درجه البروسيس انيلينج كور فيدي ستوري انفيرنس نفس الكلام اللي بينطبق بس درجه الحراره والمكونات الكربون قد ايه. قلنا البروسيس انيلينج لللو كربون ستيل فور لو كربون ستيل هو بيركز على اللي هي ناتجه من عمليات الكولد وورك. ندخل على العمليه اللي بعدها اللي سولوريز هي من عمليه من عمليات التخمير. احنا قلنا التخمير الاولاني الفول انيلينج الثاني الثريس الثاني اللي هو بروسيس انيلينج او ثريس ريليف انيلينج الثالث اللي هو اسفرودايزنج اللي هو جاست بلو كريتيكال تمبريتشر تحت ال 727 يعني ابعد 750 ل 700 درجه مئويه برضه نفس الخطوات كول سلولي ان ذا فيرنس يعني بيتبرد في داخل الفرن. البنيه اتطورت فيها تو امبروف ذا بروبرتيز فور ميديوم اند هاي كربون ستيل اللي بتتعرض فور ماشينينج اور كولد ورك. يبقى اتعرضت في الاول لكولد وركينج او تم عليها عمليه تشغيل. يبقى لو كانت اللو بنسميها اللو هنسميها ستريس ريليف انيلينج او ستريس ريليف انيلينج او بروسيس انيلينج للو كربون لو الهاي كربون استروبايزنج اللي هي بتتم برضو على الكولد وركينج او الماشيننج او عمليه بتتم عمليات ماشيننج الغرض منها الامبروف زوبروبرتس فور ميديوم اند هاي كربون ستيل. يبقى احنا خدنا بقى الاولاني ناخد بقى هنا نشوف الاولاني تم الانيلينج الانيلينج اللي هو اللي عندي ادي فول انيلينج تمت فوق اللي هي الرصاصه دي تمت في المنطقه قبل الليوكوكتايد وبعد الليوكوكتايد. الفول انيلينج بنسخن 50 درجه فوق درجه اي سي 3 واي سي ام ده الفول انيلينج. الاسفرودايزنج اهي الاسفرودايزنج تمت فين؟ للميديوم والهاي كربون ستيل جاست بلو تمبريتشر جاست بلو ال اي 1 الخط بتاع التحول الكرولاجي اللي هو 727. النورماليزنج عمليه العمليه بقى الثانيه من العمليات. العمليه دي كانت التخمير التخمير اندرج تحته حاجتين كمان يعني نقول الفول انيلينج او البروسيس انيلينج او سترودايزنج. العمليه الثانيه اللي هنقولها اللي هي عمليه المعادله اللي هي النورماليزنج اعاده النيم نورماليزنج كامز فروم ايه to return steel to the normal condition. هو الغرض منها return steel to the normal condition. برضه بتتم للعمليات اللي بتتم عليها cold work. نفس الكلام heating alloy to 55 ل 85 اباف اي سي 3 اور اي سي ام هيتنج اللوي 55 درجه ل 85 اباف اي 3 والاي سي ام اند هولدنج فور سفيشنت تايم. بنعملها ان نمسكها او نثبتها عند هذه الدرجه لفتره من الزمن ثم التبريد باي اير كولينج. نخلي بالنا في التبريد هناك في الانيلينج كان في الفرن التبريد هنا في الهواء التبريد في الهواء. ادي النورماليزنج ما بين اي سي 3
و اي سي ام، يبقى انا دخلت كله في الاوستنايت. برضه هنتركها ونسخنها لكل ساعة من الزمن، هنسخنها معدل التسخين نفس معدل التسخين ساعة لكل انش. ولكن التبريد هنا هيتم ازاي؟ التبريد هنا هنقول الاير كول. احنا بنقول في النورماليزنج او الـ او الانيلينج رفع فوق درجة حرارة التحول الطوري 50 درجة، ثم المعدل، ثم هنثبتها داخل الفرن، بنثبتها داخل الفرن، ثم بنسخنها داخل الفرن، ثم في الانيلينج بنبردها داخل الفرن، ثم في الانيلينج في الانيلينج بنبردها داخل الفرن، في النورماليزنج اير كول. في النورماليزنج العمليه من عمليه التخمير المعادله بنبردها في الاير كول. الغرض منها ريفاين ذا جرينز بروديوس مور يونيفورم اند سوليد سايز فور ستيل. البارت النورماليز بارت از ويل يوجوالي بي a little stronger harder and more brittle than full annealing part. يبقى خلي بالنا دي قوي، النورمالايز بارت الجزء اللي اجرينا عليه عمليه النورمالايز في الغالب اقل قليلا، اقوى قليلا، هارده and more brittle than full annealing. خلاص هي نفس الكلام. heating upper critical cool slowly structure be now be fine perlite use restore ductility of cold or hot working materials. تمت بعد عملية الريهيتنج أثر retaining بنستخدمها لاستعادة بعض من الضغطات التي فقدت في أثناء الكولد وركد اللي تمت على المكان. شكرا جزيلا للمحاضرة النهاردة، وهنكمل على بقية المحاضرة الجاية إن شاء الله. هناخد الهاردنينج وناخد السيرفس هيتريتمنت. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة. صدقكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.